عاينة حكيم. صباح الخير لكل الأصدقاء، لكل اللي انضموا لنا أيضا بالبث المباشر على صفحة روزن الرسمية على الفيسبوك. نحن معكم ببث مباشر ضمن فقرة معاينة حكيم. حديثنا اليوم راح يتركز أكثر عن دوالي الساقين، ومعنا اختصاصي جراحة الأوعية الدموية الطبيب دكتور زاهر النسر. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك معنا على هو راديو روزنا. صباح النور، أهلا وسهلا دكتور. يعني الدوالي هي مرض شائع جدا عند الرجال والنساء، حابين نعرف تفاصيل أكثر منك على الدوالي، شو هي بالأساس يعني لحتى نقدر نعرف بالضبط بشكل خاص أكثر أيضا بالنسبة ضمن هذا العدد الكبير من أمراض الدوالي، خاصة حالة دوالي الساقين. نعم، الدوالي هو مرض بصيب الأوردة الدموية عند الإنسان. طبعا الدوالي بتصير عند البني آدم، عند الإنسان بالساقين بالدرجة الأولى، قلما سجلت حالات في غير أماكن. يعني الدوالي بتصير السبب الأساسي لها هو ضعف في جدار الأوردة الدموية. الأوردة الدموية مكونة من جدر ومن دسامات، من صمامات. هالدسامات مهمتها منع رجوع الدم باتجاه الأسفل. دائما الدم بيتجه باتجاه المركز، باتجاه القلب. فبيصير ضعف بجدار الأوردة الدموية وبالصمامات، وبالتالي بيصير ارتجاع للدم من الأعلى للأسفل، ومع الزمن بتتوسع هالجدران الضعيفة وبتظهر لدينا الدوالي على شكل أوردة متعرجة، بتظهر للإنسان بشوفها بالعين المجرد. طيب دكتور، بالنسبة للدوالي الساقين بشكل خاص، يعني شو هي أسبابها؟ يعني كيف ممكن هي تظهر لهالدرجة؟ ومثل ما نحن كمان نستعرض بعض الصور، هل ممكن نقول فينا نحن كأشخاص نعرف أنه صار معنا دوالي أو في بوادر للدوالي؟ طبعا هلأ خاصة الدوالي الساقين، خاصة النساء بيلاحظوها أثناء فترة الحمل وبعد الحمل، بتظهر على شكل عروق زرقاء اللون أو بنفسجية داكنة على سطح الجلد. أحيانا تبدأ بشكل توسعات شعرية، يعني توسع لشعريات صغيرة لون بلون أزرق داكن على الجلد. ثم بعد ذلك بتشعر السيدة أو بيشعر الشخص المريض بثقل، يعني بتصير رجله ثقيلة، ما بيحسن بيمشي مظبوط، بتصير ثقيلة على الحركة، وبصير في وزمة، يعني بلاحظ في فرق بقطر الطرف بين طرف والتاني. طبعا الطرف الموجودة فيه الدوالي بصير قطره أكبر. طيب دكتور، بالنسبة للأعراض، يعني أنا كيف غير أنه عم شوفها بالمنظر، هل ممكن إذا كانت بدرجات الأولى حس بألم، أو لما بحس بالألم بيكون أنا تقدمت معي الحالة؟ لا، الدوالي غير مؤلمة، الدوالي مرض غير مؤلم إلا في الحالات الشديدة اللي بصير فيها اختلاطات، لما بصير فيه قرحات وريدية، بصير فيه التهاب في الأوردة، ممكن هذاك الوقت يصير ألم، لكن الدوالي مرض غير مؤلم. يبدأ بإحساس ثقل في الطرف، يعني الطرف بصير ثقيل على الحركة وبتصير فيه وزمة، بلاحظ الإنسان المريض أنه صار طرفه أدخن من الطرف الثاني. هي البدايات، هي كبداية يعني. ثم بعد ذلك بالمرحلة الثانية بلاحظ أنه بلشت تظهر هي الأوردة بشكل أزرق داكن على السطح الجلد. دكتور، بالنسبة للعادات، هل هي عاداتنا هي اللي بتأثر على أنه يكون في عنا الدوالي أو تزداد معنا الحالة، أو أنه بيكفي أنه يكون في عنا هذا الضعف اللي تحدثت عنه بالبداية؟ الضعف موجود، الضعف موجود. لا تحدث الدوالي إذا لم يكن هناك ضعف في جدار الأوردة الدموية وضعف بالدسامات، لكن عادات الإنسان تسرع بظهور الأعراض وتسرع بظهور المرض وتفاقم أعراض المرض. هلأ الناس اللي بيشتغلوا عملهم بيتطلب وقوف طويل أو جلوس بشكل متدلي، يعني بيدلي الساقين على كرسي لفترات طويلة، هذا بيؤدي إلى احتقان الدم بالطرفين السفليين خاصة، لأنه ما في مضخة عضلات. العضلات اللي بترجع الدم نتيجة المشي والإكسرسايز بترجع الدم باتجاه المركز، هون راح هذا الجهد، وبالتالي صار في ركودة دموية. هذه الركودة تسرع بظهور الأعراض وتفاقم الأعراض في حال ظهورها.
طيب دكتور، يعني خاصة انه يعني ممكن يكونوا معلمين، ممكن يكونوا بيحتاجوا عملهم فعلا انه يكون في متابعة على الواقف، واحيانا مثل ما ذكرت حضرتك جالسين، واحيانا حتى يعني بيكون العمل ما في الحركة الكتيرة. طيب هون شو نعم. ممكن يكون في حل؟ هل انا ممكن ما اصاب بالدوالي اذا كان جلدي ما نو ضعيف، حتى لو انا بقعد ساعات طويلة او بوقف ساعات طويلة؟ هلا ممكن هذا الامر في حال الانسان اللي بيقعد فترات طويله او الذي يقف فترات طويله، حتى لو ما كان عنده ارضيه وراثيه لظهور المرض، لاني هذا ضعف الاورده في ارضيه عائليه له. يعني اذا بنسال المريض انه انت في حدا من عيلتك، ممكن يذكر الام، ممكن يذكر الجده، ممكن يذكر عم، فهذا هذا صف إنسان عالي الخطورة لتطور الدوالي أثناء عمره، يعني أثناء الحياة. هذا لازم ينتبه كثير، إذا عمله بيتطلب وقوف لازم يريح حاله كل 3 ساعات على الأقل 10 دقائق، يرفع فيهم الطرف أو الطرفين، يعني يرفعنا لأي مستوى؟ على مسند، على كرسي، على أي شيء، لازم يرفعهم أعلى من مستوى الجذع، يعني أعلى من مستوى البطن لمدة 10 دقائق، سواء استلقى أو حط كرسي قدامه ورفعه. لازم يريح حاله خلال 10 دقائق لربع ساعة كل 3 ساعات على الأقل يعني. تمام. طيب دكتور، أنا هون بدي أسأل، هل ممكن تكون هاي الدوالي خاصة بالمراحل الأولى هي مؤشرات أو مؤشر لمشكلة صحية أخرى؟ ممكن جدا، خاصة عند النساء. عند النساء ممكن يكون في مشكلة حوضية، يعني مشكلة في البطن أدت لضغط على الأوردة وخلت الدم ما يرجع باتجاه المركز. قد يكون تخفي حالة أشد يعني، أو حالة مختلفة هي اللي السبب. طيب هون النصيحة بالبداية بالدرجة الأولى، شو بنعمل إذا كان عندنا بالحالة الأولى اللي هي الشعيرات الصغيرة اللي ممكن تظهر واللي ممكن يلاحظها الشخص؟ هلا بالبدايه لما تطلع الشعيرات صغيره وبيبلش الانسان يحس بثقل في الطرف، يفضل انه يراجع طبيب لاجراء شيء اسمه ايكو دوبلر للاورده، يعني تصوير ايكو ملون للاورده. هذا التصوير يظهر في ما لو كان في سبب حقيقي، يعني في ارتجاع حقيقي للدم خلال الاورده او لا. في حال وجود الارتجاع هذا صف مرض جراحي لن يزول إلا بالجراحة. أما في حال كان الإيكو دوبلر سليم ما في مشكلة، بيتعالج علاج محافظ، حتى لو كانت هاي الشعيرات ظهرت بتعالج علاج محافظ. نعم. طيب دكتور، يعني نحن رح ننتقل اكيد للعلاجات، نعرف امتى نحن بنبلش بالعلاج، بس يعني البعض بيحس انه ما بيحس رغم انه بيشوف منظره ممكن يزعجه كمنظر جمالي، لكن بيقول لك نعم انه انا ما عم بتوجع. فلما نعم ببلش الوجع شو بنحس هون نحن؟ يعني اذا بدنا نحكي عن درجات الدوالي، هل الاحساس بالالم مثل ما ذكرت بيكون المؤشر الخطير فبيكون العلاج تاخرنا فيه كتير؟ الإحساس بالألم عادة هو عند الإنسان شيء شخصي، يعني المحرض للألم قد يكون مؤلم لشخص بدرجة كتير كبيرة وإنسان تاني ما يشعر بهذا الألم، وبالتالي ظهور ألم شديد عند إنسان دليل على أنه حالة متقدمة، صفى في قصور وريدي حقيقي، يعني في ارتجاع دم حقيقي في الأوردة. طيب دكتور، نحن معنا اتصال، وأكيد بس بدي أقول لكل اللي عم يتابعونا أنه نستقبل اتصالاتكم. حديثنا اليوم رح يكون عن دوالي الساقين، معنا الدكتور زاهر النسر اختصاصي جراحة أوعية دموية. بناخد الاتصال. ألو. ألو، صباح الخير. صباح الخير، يا هلا أبو محمد، تفضل. هيك بدي أسأل الدكتور، أنا عند كعب الإجر بس شوي لفوق في منطقة إجري 2، نفس الطريقة ونفس الحكي اللي حكاه، بس أحيانا بحس إجري يتصلوا علي يعني، وتقل بالمشي إنه هذا له علاج ما له علاج، وكيف إنه يمكن يعني في عندي أنا معاناة هيك صاير ملونة يعني مثل أخضر هيك يعني، وعجب يعني. هذا نعم، بس من الإجري مو من الساقين، فوق الكعب بشوي، شغلة 4 أصابع يعني، وقت الببرك بطل بلاحظ يعني ألوان مبينة في إجري. فإيش اسمه بدي أسأله إذا مثلا أدوية معينة له، ولا
في هلا بيقولوا لك مميع دم، مميع دم هذا بدي هيك يعني، بس في مجال انه نسال نعم الدكتور يعني. وعندي مشكله انا يعني، وقت بمشي بحس دال باجري يعني، ما او الوقوف ما بحس اني اوقف كثير. نعم شكرا لك ابو محمد، عليك العافيه. دكتور زاهر، الله شو يعافيك. ممكن نقول لابو محمد هالحاله؟ بالنسبة للشاب اللي اتصل أبو محمد، عم بيتكلم كلام وصفي لوجود قصور وريدي، ثقل أثناء الوقوف، الألم، وجود توسعات وعائية فوق الكعب، نحن هذا بنسميه الكعب الأنسي تحت. هذا لازم يسوي إيكو دوبلر، تصوير أوردي بالإيكو دوبلر الملون، لأني إذا فعلا طلع عنده قصور هذاك الوقت في طريقة معينة للعلاج دوائية ومحافظة في المرحلة الأولى، في حال ما استجاب ممكن تكون المعالجة الجراحية، لكن بالدرجة الأولى محافظة بعد ما نعرف درجة القصور بالإيكو دوبلر. شكرا دكتور. كمان رح ناخذ اتصال آخر. ألو. ألو، مرحبا. مرحبا، يا هلا، مين معي؟ معك حسن، بس بدي أسأل الدكتور. تفضل حسن. عن الدوالي، هل بتأثر على الإنجاب؟ الدوالي الإنجاب. تمام، في سؤال تاني؟ لا، شكرا. شكرا شكرا. كلك زو. دكتور زاهر، يعني حسن هون بعتد عم يسألي عن، يسأل عن دوالي الخصية، كمان هذا السؤال نعم. وردنا على البث المباشر مرتين سأل، وهل بتأثر فعلا هي على إنجاب الأطفال؟ الكل عم يسأل الدوالي بشكل عام وبشكل خاص دوالي الخصية. هلا إذا بدنا نحكي بشكل عام، الدوالي، دوالي الخصية بتأثر على الإنجاب قولا واحدا، وإلى درجات. نعم. إلى درجات من 0 إلى 4. لكن هلا نحن الموضوع كلامنا هو عن دوالي الساقين. اذا وجدت دوالي الساقين فهي لا تؤثر على الانجاب الا اذا ترافقت مع دوالي الخصية، ومو شرط يترافقوا يعني، ليس بالضروره اذا في دوالي ساقين يكون في دوالي خصية. طيب هون يعني الدوالي الخصية كمان بيكون الى نفس الاسباب، القعده الطويله او الوقوف بشكل وقت طويل، أو حسراً بيكون هو كمان ضعف الأنسجة اللي حكيت عنه حضرتك بالبداية؟ نعم، بده يكون في ضعف مستبطن، يعني عند هذا الإنسان في عنده ضعف بجدار الأوردة الدموية تترافق مع عوامل مظهرة للحالة اللي هي الوقوف، الجلوس فترة طويلة، وبالأخص الوقوف، دوائر الخصية الوقوف بتأثر بشكل كتير كبير. طيب إذا دكتور بدنا نحكي أكثر عن تقنيات العلاج، كيف بنقدر نحن نميز شو هو العلاج المناسب، وهل ممكن نحن كأفراد يكون في عنا بعض الاستخدامات الأولية قبل ما نتجه للعلاج الدوائي؟ تمام. هلأ خيارات العلاج متعددة، في عنا طيف واسع من خيارات العلاج المحافظ، وفي العلاج الجراحي أيضا له خيارات. بالنسبة للدوالي بالدرجة الأولى، لما بيكون في شوية توسعات وريدية صغيرة، في شوية ثقل في الطرف لكن ما في قصور وريدي حقيقي، ممكن هاي تتعالج مثل ما حكينا بالراحة، برفع الطرف كل فترة بالماء البارد، يعني الماء البارد خاصة في الصيف، سكب الماء البارد على الطرف بيعمل تقبض في الأوعية وبيريح كثير الحالة. بالدرجات الأكثر شوي ممكن نلجأ لعلاج دوائي، في أدوية معينة بتقوي جدار الأوردة. نعم. وفي الجوارب، هلا هدول الكومبريشن ستوكينج، هدول الجوارب الضغط ممتازة جدا في الدرجات ما قبل الجراحية، يعني الحالة لما ما بتكون وصلاني لمرحلة الجراحة، الجوارب الضاغطة، اسمها الجوارب الضاغطة، هي خاصة للمرضى الأوردي، مفيدة جدا جدا. هلا نحن كمان عم نستعرضها، في منا بيجي لعند الركبة وفي شيء بيغطي حتى لعند نص الفخذ تقريبا. نعم. قد ايه تقريبا بنضل لابسينهم وايمتى؟ هلا الجوارب هن مثل ما تفضلتي نوعين، واحد للركبة وواحد بيغطي تقريبا لمنتصف الفخذ للأعلى. اللي بيحدد انه اين هي لازم نلبس هي وضع الدوالي، لوين وصلان الدوالي، وين القصور موجود. احيانا لتحت الركبه او لعند الركبه كافي، واحيانا لا ما بيكفي، لازم نلبس الجوارب الاطول. بالنسبه لمده لباس الجوارب،
لحتى ناخذ نتيجه جيده لازم يلتبسوا. هو اول عمل يقوم به الانسان صباحا بعد الاستيقاظ من النوم هو ارتداء الجوارب. طالما عم يشتغل عم يروح بيجي حتى في البيت لازم يضل لابسهم، بينخلعوا الجوارب فقط اثناء النوم. طيب دكتور، يعني احيانا ممكن يكون الدنيا صيف يشوب فيه ممكن سبب له حساسيه؟ لا، هدول الجوارب مصنوعين من ماده لا تسبب حساسيه، ماده يعني بسموها محايده بيطلعون من الداكرون والليجرا، يعني بيدخل في تركيبهم المطاط فما بيحسسوا نهائيا اي درجه اي نوع من انواع البشره ما بيسببوا له حساسيه. طيب انا اليوم اذا رحت على الصيدلي وطلبت منه هاي الجوارب، هو مخول يعطيني اياها ام الى درجات وشدات معينه؟ طبعا لازم يكتبها الطبيب، لاني في ضغط معين هو ضغط اغلاق الاورده، اذا ما كانت الجوارب مستوفي هذا الشرط فالجوارب عديمه النفع. ولو كانت اشد من الضغط اللي انا لازم اتحمله هل ممكن تاثر بشكل سلبي؟ طبعا ممكن، اذا اكثر من الضغط اللازم ممكن تؤدي لاغلاق الشرايين وهون كارثه بتصفي. وبالتالي الطبيب هو الوحيد المخول انه يوصف لي شو الجورب المناسب لحتى يساعدني قبل ما يكون في اي علاج اخر. طبعا اكيد. كمان في عندي سؤال، لانه في تخوف كمان بما انه ذكرنا موضوع الدوالي، هل بتاثر الدوالي على الحمل عند النساء؟ هلا الدوالي اذا كانت موجوده سابقا قبل الحمل تتفاقم بالحمل، لاني بيصير في ضغط جوات البطن داخل البطن بيمنع العود الوريدي باتجاه المركز مثل ما حكينا اول شيء في الاسباب. يتفاقم، اذا كان موجود يتفاقم بالحمل، واذا كان غير موجود قد يحدث اثناء الحمل، وبالتالي الحمل لا يؤثر، لكن اللي موجودة عندها مشكلة دوالي وعم تخطط لحمل أو صار عندها حمل لازم من بداية الحمل تبلش تأخذ احتياطاتها. الاحتياط الأول في الحمل عند النساء هو الجوارب، يجب أن ترتدي الجوارب طيلة فترة الحمل. أدوية ما بنعطى أثناء الحمل. نعم، رح ناخذ كمان اتصال. خالد، أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أم خالد، تفضلي. والله عندي سؤال بدي أسأل الحكيم عليه. تفضلي. أنا أرض إصري، الكعب إصري من تحت، رحت على الدكتور قال لي بكل بسمار لحم. أنا شو فكرت يعني داخل بإصري شي شغلي، طلعت عليها يعني ما في أثار لأني إذا داخل شغلي. إيه طلعت يعني ما في، بس هلا كل ما بمشي او اذا بكون الصبح نايمه وبفيق وبدي ادوس على اشي بالخصر الايسر يعني بالكعب من تحت بتصير هيك ما بحسن بدوس عليها خالص. رحت على الدكتور اعطاني فوار واعطاني حق، بس ما يعني ما هو هالشيء زياده استفادت عليه، واعطاني برهم يعني مسكن الم بس هيك قبل يشيل الالم على الخالص لا. دكتور ما بعرف إذا فينا نساعدها لأم خالد بهذا الموضوع. بالنسبة للأخت اللي عم تسأل، إذا كان في مشكلة بسمار لحم موجود مشخص، هذا نحن يسموه بالعامية بسمار لحم، هو الكلافوس باللاتيني. هي القصة، إذا كانت موجودة ما رح تتحسن إذا ما انشال هذا البسمار اللحم. أما إذا عم بيصير في وزمة في القدم كلياتها عند النوم هذا الوضع مختلف تماما. فإذا بيصير وزمي في الطرف بدنا نشوف إذا هالمريضة عندها مشاكل تانية، عندها مشاكل وريدية، عندها قصة ارتفاع توتر شرياني، عندها قصة داء سكري، هذا كلياته بيلعب دور في وضع التشخيص. نعم، عليها العافية يا رب. شكرا دكتور. كمان رح أخذ اتصال. ألو، الله يعافيك. يا هلا، مين معي؟ وليد معي. اهلا وسهلا فيك وليد، تفضل. بس اسال دكتور، انا اجري اوقات يعني موقف على طول، اوقات يعني بس امشي بزياده او مثلا مشي سريعه يعني بحس هون اجري اليمين تحت الكعب شيء تقريبا شبر عم تصير نفخه هيك في انتفاخ عم بيصير نتيجة المشي.
نعم تحت العضلة جنب العضلة على يمين العضلة يعني تحت. نعم دكتور ممكن يكون هذا هو دوالي أيضا أو لا؟ قد يكون دوالي، قد يكون في مشكلة دوالي ناجمة عن قصور الأوردة الساقبة خاصة اعتبار أنه الشاب يعني هو اللاعب يعاني، وقد يكون في مشكلة شريانية. هلأ فصل الكلام عند الشباب هو الإيكو دوبلر، الإيكو دوبلر بيظهر لنا إذا في مشكلة شريانية أو وريدية ولأي مدى وصلاني هاي المشكلة، يفضل إجراء إيكو دوبلر ومنشوف شو المشكلة. نعم رح ناخد كمان اتصال. في من التعليقات دكتور يعني أسئلة عم بتكون، ما هو الدواء الذي يمنع الدوالي أو ما هو الدواء العلاجي؟ كمان هون نحن أكيد رح نحكي عن العلاجات، بما أنه نحن حكينا عن يعني الجوارب الضاغطة، هل هي ممكن أنا أقدر ألبسها وتكون كافية بدون ما يكون في تدخل دوائي بالدرجة الأولى؟ حسب درجة، حسب درجة الدوالي. إذا كانت الدوالي لا تترافق بارتداء دم يعني ما في قصور في الأجسامات، تكون الجوارب كافية يعني بشكل كتير كتير مقبول. في الحالات المتقدمة أكثر شوي لما بيصير في ضعف أكبر بجدار الأوردة الدموية لازم نشارك الجوارب مع الأدوية. هلا بالنسبة للتعليق بس هيك بحب أعقب تعقيب صغير، بيحكوا بدواء شافي. لا يوجد دواء شافي على الإطلاق، حتى تاريخه لا يوجد دواء شافي يؤخذ لشفاء الدوالي. اللهم كل ما في الأمر هو عملية دعم وتقوية لجدار الأوردة الدموية حتى لا يزيد الأمر سوءا. طيب هون دكتور شو كيف بتبلش مرحلة العلاج بكل مرحلة من مراحل الدوالي؟ بتبلش مرحلة العلاج مثل ما حكينا بالأول، لما بيجي المريض عم بيذكر أعراض، هاي الأعراض بتتماشى مع وجود اضطراب وريدي في الطرف. أول شغلة منساويها هي أول مرحلة إجراء إيكو دوبلر ملون للأوردة لمعرفة في حال وجود هالمشكلة ولا لا ولأي مدى وصلان الأمور. للدرجة الأولى منبلش بالعلاج المحافظ اللي هو الستوكينج الجوارب، وبيلبسه الإنسان لمدة 8 أسابيع شهرين متواصلين يعني بالطريقة اللي ذكرناها، وبعدين بنشوف بندرس مدى يعني مدى الاستجابة مدى راحة الإنسان. زادت الأمور وصار في يعني تطور ما بقى يتكفي الجوارب، مع ذاك الوقت ندخل العلاج الدوائي. في عدة بروتوكولات علاج دوائي، ندخل العلاج الدوائي يعني لها الإنسان لها المريض. في حال شاركنا الأدوية مع الجوارب اللي هني هذول أساس العلاج المحافظ وما صار استجابة أو طور المرض أكثر من هيك وصار في عنا ارتجاع حقيقي بالدوبلر بينقاس بالإيكو دوبلر في قياس لمدى الارتجاع الدموي، هذاك الوقت صفى الحالة الجراحية. في شغلة صغيرة بدي أحكيها مشان خاصة الستات اللي بيزعجهم موضوع الشعريات اللي بتظهر على الجلد، لكن هي ما بتكون يعني ما يوصلها إلى مرحلة الدوالي. نعم. هي بتصفي شغلة يعني جمالية أكثر من إنه شغلة مرضية. هي إلى حل هو التصليب، في علاج تصليب سواء بالليزر أو بالمواد المصلبة تختفي هي الأوردة، لكن ما بتكون وصلاني لمرحلة الارتجاع الدموي. نعم دكتور كمان نحن راح يكون في معنا اتصالات، راح ناخذ كمان اتصال. ألو عبد القادر تفضل. صباح الخيرات. كيف النوبة؟ بخير تفضل. يسأل دكتور اجري من وراء، انا عم بصير بشد عضل كله يعني لما بنام في بالليل يعني بوجع كتير لما بلمت عليها شدت عضل كله يعني احيانا لما بنام كل ما بنام يعني امبارح ووقت امبارح يعني تكررت الحاله مرتين ثلاثه يعني ونايم في نص الليل اجري يعني بيجاني تلاقي العضل كله تشنج يعني لا بحسن امشي عليها ولا بحسن بوقف بس انت ان شاء الله دقيقتين بعدين بتروح. ايه انا ونايم او انا اذا بلعب طابه خلصنا لعب طابه ارتحت بالليل بيصير نفس الطريقه بس اجري اليمين. طيب في شيء ثاني عبد القادر حاب تساله؟ لا بس هيك. تمام دكتور زاهر ممكن يكون يعني الامر منفصل عن الدوالي او ممكن يكون في له شيء له علاقه بالدوالي؟ هلا حسب ما عم بيذكر الاخ المتصل
هي القصة ما لها علاقة في الأوردة والشرايين نهائيا. هي قصة هي كرمب عضلي بصير يعني نوع من أنواع التشنجات العضلية خاصة بعد الجهد الوقوف الطويل أو المشي الطويل أو مثل ما بيذكر أنه عم يلعب رياضة. هذا بيصير نوع من أنواع التشنجات العضلية. الموضوع الوعائي مختلف تماما. موضوع الوعائي بيصير أثناء الجهد وليس بعده، بيضطر أنه يوقف عن جهده لفترة أو بيصير عنده وزمة وانتفاخ. أما ألم وتقلص عضلي فما له علاقة في الأوعية نهائيا. دكتور رح ناخذ كمان اتصال آخر. ألو. ألو صباح الخير. صباح الخير خالد، تفضل. سؤالي يا دكتور، عندي بطن الأجر فوق الكعب، يعني إنه هيك على طول ظهرات عروق، يعني عروق ظهرات يعني، بس وجع ما في، يعني هذا مو هي شيء ولا دوالي ولا موتر، يعني وجع أو أي شيء أو تنمل أو معقول إنه طول ما في، بس إنه ظهرات يعني. وسؤال تاني الحجامة، في شيء دوالي دواء سواء حجامة بالأجرين يعني مثلا؟ شكرا خالد. عفوا السؤال الثاني ما سمعته مظبوط. الحجامة عم يسأل هل بتفيد الدوالي إذا كان شخص معه دوالي بالقدمين ممكن تفيد الحجامة؟ تمام. أنا بالنسبة للسؤال الأول، هذا الأخ عنده مشكلة، عنده قصور ثاقب، بنسميه إحنا قصور وريد ثاقب، هذا بيؤدي لتوسع الأوعية الدموية فوق الكعب. هذا بيستفيد بالدرجة الأولى عن الجوارب، هذا لازم يجيب جوارب ويلبسهم بالطريقة اللي قلناها، بطول ما عم بيشتغل أو عم بيمشي أو عم بيبذل جهد يلبسهم بيشنحهم أثناء النوم، بيستفيد عليهم كتير للجوارب. بالنسبة للحجامي، هذا السؤال ورد كتير، يعني كتير من سئل عنه. الحجامي يعني لا شك أنه مفيدة، لكن في أمراض معينة ما لازم يصير فيه حجامة، لأنه عم نلاحظ أنه الحجامة أحيانا عم بتصير فوق مكان الدوالي تماما. الحجامة اللي بتصير فوق مكان بروز الأوردة هي جدا جدا مؤذية، لأنه بتعمل نوع من أنواع الالتهاب الوريدي ولا يشفى بشكل، يعني ما بيشفى بالهين، بيعذب كتير، وأحيانا نضطر أنه نداخل جراحيا لوقف العملية يعني. فالحجامة ممكن تنعمل لكن ليس فوق الأوردة المتوزنة أبدا. نعم دكتور، كمان في معنا اتصال. ألو. صباح الخير. صباح الخير باسل، تفضل. بفضل عليك وعلي الدكتور، بس أنا في عندي سؤال ما بعرف أظن يعني سياق الحلقة أو غير ما بعرف. أنا عندي تشققات في إجري، وبالنسبة لشغلي مثلا نحن نشيل أوزان كثيرة، بضل عندي وجع كثير بالمنطقة، يعني مثلا عندي الركبة بتاقي أنه كان بالجوات الجلد أنه يعني شهر تشققات ما بعرف يعني، وبصير عندي وجع يعني فظيع بعدهم، مثلا بيكون عندنا شيل مثلا وزن ثقيل المسا ما بحسن بنام من وجع يعني جري والركبة، ما بعرف إذا له دخل يعني أو إذا الدكتور بيحسن بفيدنا بهذا الشيء. نعم عليك العافية يا رب باسل. ألو. ألو تفضل دكتور. بالنسبة للأخ عم يحكي موضوع مختلف تماما ما له علاقة في الأوعية. بالنسبة لشيل الأوزان وعم يصير عنده الألم بمنطقة الركبة ومنطقة الطرف السفلي، هذا نتيجة شيل الأوزان الثقيلة، بيصير ضغط على المفاصل، بيصير ضغط على المسافة المفصلية بتؤدي إلى ألم، لأنه عم يحكي أنه عم يشيل أوزان ثقيلة. الأوردة أو موضوع الأوعية عموما ما له علاقة بشيل الأوزان نهائيا، له علاقة بالجهد العضلي المبذول. كل ما زاد الجهد العضلي المبذول كل ما ظهر المرض الوعائي. الأخ هون عم يحكي مرض مختلف تماما، مرض عظمي عصبي بالدرجة الأولى. نعم دكتور، هون بدي أرجع أسأل شوي على العادات الصحية اللي بتنصح فيها. الرياضة، هل هي أي رياضة مناسبة لأي مريض دوالي خاصة بالحالات المتقدمة؟ يعني نحن بنلاقي بعض السيدات مثل ما أنت قلت بتتفاقم معها الحالة وبتبلش تظهر العقد بشكل واضح أنه معها دوالي، هل هون الرياضة هي مفيدة؟ هل الوزن بيلعب دور؟ العمر بيلعب دور؟ طبعا
العوامل الخطورة الريسك فاكتور اللي موجودة عند مريض الدوالي، يعني المريض اللي بيكون عنده بالأصل في ضعف بجدار الأوردة، وهي العوامل الخطورة بتزيد من الموضوع وبتسرع من ظهورها، هي الوزن الزايد درجة أولى، الوقوف الطويل، الأمراض المزمنة إذا في مرض داء سكري خاصة الداء السكري الشبابي هذا اللي بسموه النمط الأول، التدخين بالدرجة الأولى يعني عدو الأوعية الأول هو التدخين. فهالعوامل اللي ذكرناها هي عوامل خطورة بتزيد من الدوالي وبتسرع من ظهور. بالنسبة لنحكي نرجع لسؤالك، الرياضة بالمراحل الأولى مفيدة جدا جدا لمريض الدوالي، لكن لما بيصير في ارتجاع دموي حقيقي وبيصير زيادة في ظهور العقد وبلشت الأوعية تتظاهر بشكل يعني مرئي أو بشكل مدسوس تحت الإيد، بالعكس هون الدوالي بقى بتصير بتفاقم الموضوع، لأني ما بيعود في الأوعية ما بتعود بتحرك ترجيع الدم وبيصير الأمر كثير صعب بفاقم الألم. نعم، إذا هم نكون كتير حريصين. كمان دكتور حبي أسألك على يعني مخاطر الدوالي، أحيانا البعض بيخاف من أنه يكون في عنا لا سمح الله يصير في جلطات، فقديش هذا الكلام دقيق؟ الدوالي عموما هي مرض يصيب الجهاز الدوراني السطحي، في بالطرف السفلي عند الإنسان في نوعين من الدوران الوريدي، دوران سطحي ودوران عميق. الدوالي تحدث بالدرجة الأولى بالدوران السطحي، ممكن أنه يصير في خسار يعني متعارف عليه بين الناس بالجلطة، لكن هذا الخسار خلينا نقول أنه مو على درجة عالية من الخطورة، الخسار وارد لكن مو خطير. لما بيحدث الخسار بالأوردة السطحية بيصير في ألم شديد، بيصير في احمرار، احتقان، بيصير في يعني الإنسان ما بيعود بيقدر بيمشي، لكن ليس بدرجة خطورة الخسار العميق، هذاك موضوع مختلف تماما. إلا أن خطورة الخسار في الدوالي واردة لكن بنسب قليلة. نعم، طيب الغذاء هون دكتور ممكن يلعب دور إذا نحن مثلا حبينا أنه نخفف من ظهور الدوالي أو نوقف ظهور الدوالي أنه ما تزداد الحالات، هل غذائنا بيلعب دور؟ الغذاء بيلعب دور ولكن ليس يعني ليس بالدرجه اللي متخيلين الناس، يعني الغذاء بالنسبه لامراض الاورده ما كثير بيلعب دور، لكن تخفيف الملح، الغذاء قليل الملح بخفف طبعا من حمل السوائل بالجسم والاحتقان الوريدي، الغذاء قليل الدسم عموما، والغذاء القليل النشويات. هلأ الغذاء القليل النشويات والقليل الدسم بخفف موضوع السمنة وبالتالي بخفف الضغط على الأوعية، وبهون بالتالي بيكون يعني كل ما كان غذائنا صحي بيكون هذا أفضل لصحتنا ومقاومة الجسم. طبعا أكيد، وبالدرجة الأولى الملح والتدخين. نعم دكتور، يعني ما بعرف إذا في اتصال، فيها معنا آخر اتصال رح ناخده. ألو صباح الخير. يعطيك العافية. تفضل أحمد. أقول أنا جري من تحت بأرضي جري مثل النار كل نهار بشكل يومي، ما رسم بنام منه، شو السبب بعد؟ نعم دكتور ما بعرف إذا هذا له علاقة بالأوعية. السؤال كان غير واضح، سخونة بالقدمين؟ ببطن القدمين. تمام. هلا سخونة القدمين بيدخل بالتشخيص التفريقي إلى عدد كتير كبير من الحالات، من ضمنها وجود القصور الوريدي، لكن هلا لازم ينفحص هذا الأخ وينشاف إذا في قصور وريدي لا، لأني إذا ما في قصور وريدي في طيف كبير من الأمراض بتلعب دور بسخونة القدمين، ممكن يكون داء سكري، ممكن يكون نقص فيتامينات، ممكن يكون اعتلال عصبي، في طيف كبير، لكن لازم ننفي بالأول القصور الوريدي. نعم أنا كمان دكتور بس في سؤال من البث المباشر عم بيقول إذا كان في دوالي الخصية، ذكرت حضرتك أنه هي بتأثر على الإنجاب، هل ممكن نعم. يعني يكون في حل لهي المشكلة بعد الزواج؟ طبعا إذا كان شخص لإنسان
دوالي خصي وكان التحاليل الدموية المخبرية عفوا تحاليل المخبرية تشير إلى ضعف يعني ضعف بموضوع الإنجاب ضعف بيصير عنده قلة عدد حيوانات منوية أو بيصير عنده مشاكل تانية يعني كمان في السائل عم بتخلي ما يصير إنجاب. هاي حل جراحي تستأصل الدوالي وبعد بيصير تحسن يعني دراماتيكي في موضوع التحاليل. تمام. في سؤال كمان ممكن نسأله إنه هل الدوالي تصيب الأطفال؟ لأنه في عندي والد عم يسأل إنه ابني استمر لفترة طويلة بتناول أديباكين وهو بيعاني من التعب أثناء المشي، هل هو بيتسبب تأثير الدواء أم ممكن يكون مشكلة بالدوالي؟ لا هلا بالنسبة للأطفال، الأطفال لا تصاب بالدوالي نظريا يعني وعموما لا تصاب إلا إذا كان في تشوه وريدي، هذا نحن بنسميه الفينوس مالفورميشن، يعني في تشوه وريدي او في مشكله وريديه خلقيه، هذا بشكل ادق يعني اذا في مشكله وريديه خلقيه ممكن، لكن الاطفال عموما لا تصاب بالدوالي. بالنسبه للديباكين، الديباكين لا ما له علاقه في الموضوع، هذا دواء عصبي ما له علاقه. نعم. كمان في عندي سؤال، يعني كان في سؤال، هل الشعيرات اللي بتظهر خلف الركبة بيكون لونها أخضر، هل هي أيضا دوالي؟ لا هلا خلينا نميز بين الحالتين. الشعيرات الدموية اللي بتظهر خلف الركبة هي قد يكون توسع أوعي أو توسع أوردة شعرية بالجلد بشري يعني. نعم. بالبشرة والأدمي تحت البشرة بصير في شوية توسع في الأوردة الدموية، ليس بالضرورة أن تخفي مرض دوالي حقيقي. مرض الدوالي لحتى نقول إنه الإنسان عنده دوالي لازم يكون في ارتجاع دموي. فمثل ما قلت لك قبل شوي، هدول الشعريات منتشرة كثير خاصة عند النساء. نعم. بيعطوا مرض جمالي سيء، لكن ليس بالضرورة يكون في يعني مخبين وراهم مرض دوالي حقيقي. وهل إزالتهم يعني هي ممكن يكون لها مضاعفات أم كمان هي آمنة؟ لا هلا إزالة جبالهم إزالة جراحية. هلا العلم الحديث كله إما بالليزر أو بالتصليب، ما له أي مضاعفات. التصليب أصدق بسيطة جدا يعني. التصليب اللي بيتم بالحقن الإبري؟ يعني بيكون في حقن بحقن؟ نعم، في طريقه معينه بيلحق له مواد مصلبه وبيختفوا نهائيا، ما بيرجعوا بيظهروا من جديد. لا ما بيرجعوا اذا حقنوا مظبوط بطريقه صحيحه، ما بيرجعوا ان شاء الله. دكتور، اخر سؤال راح اخده من حكمه حمدان، عم يقول انا معي دوالي برجلي اليمين بجانب الركبه من الطرف الايسر، عم بيصير معي فتران حيل بالارجل كتير خصوصا لما في من النوم، هل الدوالي علاقه بهاي الفتره؟ وانا بيقول انا معي زياده بخضام الدم احيانا بيوصل ل 18. ايه تمام. هلا اذا كان في عنده توسع اوردي جانب الركبه هذا بيسبب احتقان اثناء النوم، وارد يكون الكلام اللي عم بذكره منهم، هذا طبعا على الفحص وبالاستقصاءات بيبين اذا كان لوين الوصلان الدرجه واذا في احتقان وفي ارتجاع دموي ولا لا. بالنسبه للشق الثاني من السؤال، زياده الخضاب بيزيد شيء اسمه الفيسكوسيتي يعني لزوجه الدم عند الانسان. الفيسكوسيتي هاي اذا زادت بيصير في بطء في الدوران الدموي عموما في الشرايين والأوردة وخاصة الأوردة، له علاقة بزيادة معاناة المريض. نعم. دكتور، بالنسبة للمتصل الأخ أحمد اللي اتصل قبل شوي وحكى عن السخونة بقدميه، عم بيقول صحيح هو معه سكري؟ ها شوفي هلا اختلف هيك الموضوع تماما، دخلنا بسياق آخر. لما بيكون عند الإنسان داء سكري بيصير في شيء اسمه اعتلال الأعصاب السكري. نعم. اعتلال الأعصاب السكري بيعطي نفس الكلام اللي ذكره الأخ، بيعطي سخونة وبيعطي خدر وبيعطي نمل وشعور بالعدم الارتياح في القدمين. هذا موضوع مختلف تماما، له علاقة بزمن الداء السكري، يعني شو صار له معه داء سكري الإنسان. نعم. دكتور، بالختام بدي أشكرك جدا، وحابة لو في أي نصائح بتحب تقدمها لكل اللي بيسمعونا، سواء لحتى يوق نفسه من الإصابة بالدوالي أو اللي معاهم الدوالي. بالنسبة للناس المعرضين، يعني خلينا نقول اللي عندهم
قصة عائلية، يعني مثلا إذا في حدا من الأقارب وبيعرفوا إنه عندهم، هدول بيكونوا مؤهبين بالدرجة الأولى لأنه يصير. هدول لازم ينتبهوا كتير على حالهم من موضوع البداني ومن موضوع التدخين بالدرجة الأولى، البداني والتدخين، وموضوع الحياة اليومية اللي بيعيشوها. يعني اللي بيعرف إنه عنده عوامل خطورة لازم يتجنب الوقوف الطويل، وإذا كان عمله لابد من وقوف طويل لازم يريحه مثل ما قلنا كل 3 ساعات 10 دقائق للربع ساعة برفع الطرفين. نعم. وتجنب المشي الطويل والوقوف الطويل، يعني لازم مثل ما نقول درهم وقاية خير من قنطار علاج، لازم ينتبه على حاله ويراعي عوامل الخطورة اللي ذكرناها. نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور زاهي لوجودك معنا اليوم على هوا راديو روزانا. أهلا وسهلا، ميت السلامة، يعطيك كل العافية. السلام. كان معنا الدكتور زهر النصر اختصاصي جراحة أوعية دموية، جاوبنا على الدوالي بشكل خاص دوالي الساقين. فيكم أكيد ترجعوا تحضروا البث وتشاركوا مع أكبر عدد ممكن لحتى تقدروا تستفيدوا من كل المعلومات والنصائح اللي قدمها بمشكور. أكيد بتمنى العافية للجميع، بتمنى كمان تكتبوا لنا ضمن التعليقات المواضيع الطبية اللي حابين نطرحها لحتى نكون حريصين قدر المستطاع أنه يكون معنا استشارة طبية تقدم الفائدة للجميع. بديكم تتابعوا معنا الاستماع على راديو روزانا ضمن برنامجنا الصباحي روزنامة روزانا من خلال استماعكم على تطبيق روزانا أو تطبيق تون إن أو روزانا دوت إف إم موقعنا الإلكتروني. بتسمعونا إذا كنتوا بعنطاب جنوب تركيا على تردد الإف إم 98.5، وكمان بسوريا بمخيمات السلامة بسجو بعزاز على تردد الإف إم 102.7. كل الشكر لكم، كل الشكر أيضا لزملائي أش على الإخراج المرئي وأسيل على الإخراج الصوتي، والشكر أكيد زميلتنا كاتيا أيضا على متابعة على السوشيال ميديا. تحياتي لكم. معاينة حكيم.